قصة هذا التصريح؟ أولا أنا أحيي يعني أخي الفنان محمد عبلة، وأحيي غيرته أيضا على التنوير وعلى المجلس وعلى الثقافة. وأعتقد أنه أنا سئلت ما مشروعي أنا، فقلت إن مشروعي الثقافي الذي أتمنى أن أطرحه على جموع المثقفين وعلى المجتمع المدني هو التنوير. وعندما سئلت وما التنوير الذي تود أن يكون مشروعك، قلت التنوير هو إعمال العقل. وقلت على الرغم من أن أعداء التنوير يقولون إن التنوير سيء السمعة، إلا أني قد اتخذت التنوير هو المشروع الرئيسي الذي أتمنى أن تتبناه وزارة الثقافة وهي تتبناه، وأتمنى أيضا لوزارات الثقافة في العالم العربي والمجتمع العربي أن يتبنى التنوير، لأن التنوير هو الذي سوف يجعل التفكير ضد التكفير، ويجعل التنوير ضد التفجير. ومن هنا فأعتقد أنه لا يوجد أي خلاف بيني وبين أخي محمد عبلة حول أهمية التنوير، وأنا درست في ألمانيا وأعرف أهمية التنوير وأهمية أن يأتي التنوير إلى العقل حتى يتحول العقل إلى قائد، تمام، وليس إلى شيء يقاد.